أخبار اليوم. قرحة المعدة أحدى أمراض العصر اللي تقريبا بقت ملازمة لينا، ونص الشعب المصري يمكن أكتر بيعاني منها. النهاردة لقائنا مع الدكتور أحمد عبد السلام، استشاري البطنة والسكر والمشرف العام على ملحق الصحة والجمال بأخبار اليوم. هنتكلم فيه النهاردة عن قرحة المعدة. أهلا بك يا دكتور في بوابة أخبار اليوم. أهلا يا نور، إزيك؟ في البداية عايزين نتعرف على قرحة المعدة، هي عبارة عن إيه؟ يعني تعريف بسيط كده عنها. قرحة المعدة عبارة عن خلل في جدار المعدة الداخلي. الخلل ده له أسباب كتير طبعا، إنما بيحدث فيه إن الحامض المعدي بينزل على هذا الخلل، زي القرحة اللي بتيجي في الفم بالضبط، هي نفس القصة. بيبقى يعني حتة من جدار المعدة متعرضة للحامض، فدي بتؤدي إلى آلام شديدة في أعلى البطن. أسباب القرحة يعني كتير، أهمها طبعا الناحية الوراثية، في ناس وراثيا بيبقوا معرضين أكتر من ناس تانيين. ناحية تانية أحيانا في ناس اللي بتتناول مسكنات كتير زي الأسبرين وأدوية الروماتيزم، دي كلها بتؤدي إلى قرحة المعدة. بعد كده الناس العصبيين، الناس اللي عندهم الناحية العصبية، كان في طبعا الناس اللي هو البلاد جروب بتاعهم او فصيله الدم اللي هي بتبقى او اكتر عرضه لقرحه المعده اكتر من غيرهم. فهي قرحه المعده لها اسباب كتير قوي. برضو استخدام الناس في الاكل للشطه والحاجات الحريفه بتؤدي للقرحه.